مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، حنا في حوار خاص على انفاس مع اللاعب السابق في البطوله الوطنيه مع عده انديه مغربيه هو محمد مسامح. محمد مسامح، مرحبا بك معنا على انفاس تي في. اهلا وسهلا بكم، اهلا المشاهدي الكرام. بغيناك تعاود لينا على التجربه ديالك يعني مع الفرق الوطنيه اللي لعبتي معها. الفرق الوطنيه بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بديت في فريق رجاء البيضاوي 3 شهور، يعني فئات صغرى. فئات صغرى ما كان ساكن، كان خصني نغير. مشيت درت تجربه في يوسفيش برشيد، كانت قريبه الدار ديالنا. يعني شحال بقيتي مع الرجاء تقريبا؟ 3 شهور. يعني 3 شهور، يعني السكن هو اللي عندك. السكن هو اللي عندك. على فين كنتي ساكن انت بالضبط؟ كنسكن في مدينه ابن احمد اللي بعيده على كازا. بن احمد؟ مزعب. بعيده شويه على كازا، واللي كان خاصني كل نهار كان خاصني شويه مصروف باش نجي نتريني. شويه صعيبه عليا، كانت شويه راك عارف الظروف العائليه ما كانتش مساعده. يعني قلتي نمشي لبرشيد قريب لبن احمد شويه. وكانوا كيعطوني المركوب برشيد، كانوا كيعطوك التعويض ديال الترونسبور. كانوا كيعطوني المركوب. ولكن ربما فريق الرجاء البيضاوي كون قلتي لهم ان بغيت التعويض ديال الترونسبور وانه شافوا فيك يعني ديك الموهبه الكرويه قدروا يعني يعطوك التعويض، ولا انت ما قلتيهاش لهم؟ صافي جاتني شويه بحال مدليش، فهمتي؟ انا مدليش بقيت كنجي غير كنتريني وكنمشي كنتريني وكنمشي بحال شويه مدليش. صافي احسن نمشي لبرشيد ونلعب فيه. لي عشت في واحد 6 شهور اللي دازت زوينه مع واحد الاصدقاء اللي كنتفكرهم دابا ذكرى. فهمتش من برشيد فين كانت الوجهه؟ كانت الوجهه لفريق الجيش الملكي، دوزت فيه بزاف، اللي كنعتبره هو الفريق الام ديالي لحد الان دابا. يعني الجيش الملكي لعبت في الفئات الصغرى؟ لعبت في الفئات الصغرى، وكنت باقي صغير وكنت كنتريني ديك الساعه في الفريق الاول، وكنلعب في الفريق الثاني. كانت عندي لا صغيره هذيك الساعه يعني فتحي جمال ولي كان امن بالموهبه ديالك و... سي فتحي جمال ولكن اول واحد امن الموهبه ديالي في بعد خروج من يوسفيات برشي. وشحال لعبتي مع الجيش الملكي من السنه؟ فريق الجيش الملكي دوزت فيه بزاف، دوزت فيه من 2000 حتى 2011. 11 سنه حسيتي معاهم على القاب؟ كنت حاضر مع الفريق الاول في القاب كامل اللي كانوا داو. شحال من لقطات يعني؟ كنت حاضر مع الكيب كامل تقريبا. يعني الحقبه اللي كنتي فيها انت؟ الحقبه اللي كنت فيها الدو 3 البطولات 3 الكيسان العرس وجوج بطولات وكاس الكاف. يعني حسيتي معاهم بهذ الالقاب كاملين؟ كنت مع ليكيب، كنمشي معاهم دائما معاهم. كعرف كيحتاجني المدرب كيلقاني. اللعابه اللي يعني جاورتيهم في نادي الجيش الملكي؟ بزاف اللعابه، اللعابه الكبار كنشكرهم من المنبر اللي كانوا كيوريونا، استفدنا منهم بزاف الحوايج. قول لنا شي 3 لعابه شي سميات. اش غادي نقول؟ خالد عسكري، جرموني، عصام الراقي، سراج، بوشلا، بوعوده، قديوي، اجدو، بزاف. تبارك الله، هادو كاع لعابه راه دوليين، هادو راه لعبوا في المنتخب. حميد ناطير، بزاف. لعبتي في المنتخب في فئه الصغرى؟ دوزت 2 عام في فئه الصغرى. يعني في الشبان ولا في؟ في الشبان. في الشبان. شكون اللي كان المدرب ديك الساعه؟ دوزت مدربين بزاف، دوزت مع الميناني ومع عبد الله الادريسي، مع سعيد شيبه، مع السي محمد مديح. كانوا دوز المدربين اللي بزاف دوزت معاهم في المنتخب الوطني. يعني انت ما بقيتيش غير في الجيش الملكي، يعني لعبتي في انديه اخرى؟ لعبت في فريق من بعد الجيش الملكي، كنت مشيت جاتني اعارات ليوسفيه برشيد، من بعد ديك الاعارات كنت فسخت العقد ديالي مع فريق الجيش الملكي، من بعدها مشيت لصدني فرق اللي حققت مع الصعود للدرجه الثانيه، والعام السنه اللي وراها حققنا الصعود للدرجه الاولى. جاورتي اللاعب محمد والنجم؟ جاورت، حققنا الصعود مع بعضنا ولعبنا بروميون ديفيزيون مع بعضياتنا كاملين. والسنه اللي وراها كنت ما تفاهمش مع الناس الخنيفره، ومشيت لشباب قصبه شادله اللي لعبت معاهم تما بالدرجه الثانيه، حققنا الصعود للدرجه الاولى. ومن بعد كان وقعت واحد الاكسيدو ديال واحد الصديق ديالي الله يرحمه، ديك هي اللي كانت نقطه التحول. كنشوفوا محمد مسامح يعني لعبتي 3 شهور في الرجاء، 6 شهور في يعني في برشيد، يعني 11 سنه مع الجيش، يعني ويعني فسختي العقد ديالك، مشيتي لعبتي عاوتاني في، رجعتي لبرشيد وفسختي العقد ديالك، ومشيتي لخنيفره وفسختي العقد ديالك. ما كنشوفوش واش المشكل من محمد مسامح. لا كاينين شي حوايج اللي كان مشكل فيا، وكاينين شي حوايج اللي ما كانش مشكل فيا، فهمت؟ واش كان السبب الرئيسي يعني مادي؟ ماشي مادي، يعني كما قلت لك فهمتي، انا لعبت كره عن حب. هذيك الوقيته ما كانش اصلا الفلوس، فهمتي؟ بحال دابا، دابا تقدر تسيني غير سنه في فريق مزيان بحال فريق الجيش الملكي ولا فريق كبير كالرجاء ولا الوداد ولا، فهمتي؟ تعرف فريق كبير
هاد السنين سنه قدرت تصوفي الحياه ديالك، ماشي بحال الوقت اللي كنا حنايا. الوقت اللي كنا حنا ما كانت الفلوس لا والو، كان بنادم باغي يلعب الكره عن حب، يعني جيك تلعب الكره عن حب ماشي جي باش دير مستقبل من الكره. تقريبا شحال لعبتي من سنه دابا يعني في المشوار ديالك الرياضي؟ مشوار لعبت شويه تقريبا 20 سنه بحال هكا. 20 سنه محمد مسامح ما دار فيها والو، ودابا كتعاني من مشاكل ماديه. مشكل يعني لا سكن لا خدمه لا والو، كتقول لي بانني دابا انا بارك، يعني كما قلتي لي انت بهذه الكلمه غير كنتسطح باش كنجيب المصروف ديالي. وليلي يلاه راك عارف المغرب صعيب شويه، صعيب باش تلقى خدمه، واخا شويه دير اي حاجه فهمتي. جربت انا وقلبت ما لقيتش. قلتي لي انا كنعرف الكره. كنعرف غير الكره، حسيت حياتي انا كنقول لك يعني شي حاجه اللي كتبغيها، انا كنت بغيت الكره ومشيت لعبت الكره فهمتي. واش كان الخطا ديال محمد مسامح ولا الخطا ديال ما عرفتش انا الخطا فين، من واش فيك انت ولا في يعني الانديه اللي كنتي كتلعب معاهم كانوا كيخلصوك؟ كانوا كيعطيوك واحد البركه لواحد القدر اللي فهمتي اش غادي نقول لك، القدر راك عارف دوز واحد شويه ماشي شي حاجه اللي بزاف فهمتي، تقدر دوز سالي الصيف كتجي هو هذاك معاه. كنتي مبدير؟ لا ماشي مبدير، كانوا عندي مشاكل في الدار وكان كعارف كان خصني نخلص كراد الوالده ومصروف ديالها مسكينه الله يرحمها كانش عيانه شويه، وراك عارف فهمتي كانوا عندي مشاكل شويه. وجمعت شي بارك الحمد لله اللي كنت شابيت كنقاد حياتي والمستقبل ديالي. كان جا واحد المشكل واحد اكسيدون، واحد صديق ديالي يونس فشحي الله يرحمه كنت كنلعب في شباب قصبة شادلة، درنا واحد اكسيدون ماشي هو مسكين، والغد كانت توفات الوالدة ديالي، ومن بعد واحد ايام قليلة توفى الوالد ديالي اللي كان شاد فيها شوية الديكالاج ديالي في كرة القدم. اللي كانش واحد 10 شهور اللي مشيت درت شي حوايج انا غلطت ما كانش خاصني نديرهم، يعني مشيتي للبلية مشيتي بزاف ديال الحوايج، شي حوايج اللي ما كانش خاصني نديرهم ما كيديرهمش لاعب كرة القدم فهمتش، ما كيشرفوش لاعب كرة القدم يديرهم، يعني كتعترف فهمتي. غلطت وعاودت من بعدها رجعت فهمتش، من بعد ديك القيسه عاودت رجعت وراجعت نفسي. ربما ديك الوقت اللي دوزتي في الفتره ديال البليه هي اللي ربما اثرت عليك في هذه اللحظه هذه. لا ماشي اثرت عليا، كنت راه كيف ما قلت لك عاودت رجعت فهمتي، رجعت بديت كنلعب كره القدم. يعني اللي اثرت فيا هي موت الوالده ديالي وموت صديق ديالي والوالد ديالي، يعني كنت اما بالليل نهار كنت فقد واحد الانسان كبرك ورباك وانا فهمتي الحمد لله كانت عندي غير امي هي اللي كبراتني، هي اب هي با هي خويا هي كلشي. ديري كبراتني وفهمتي كتشكن محمد مسامح ما جمعتي والو من الكره؟ كنت جامع شويه وفهمتي، ومن بعد هذاك المشكل كيف ما قلت لك اللي درت مشات في البليه هذاك الشيء اللي جمعتي ماشي شويه هكا وشويه هكا، شنو كتلقى راسك راك والو ما عندك والو فهمتي. واش كيطلب دابا محمد مسامح؟ اش غادي نقول لك شنو نطلب، ما كنطلبش كاع لا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، ولكن اشنو كيطلب يعني محمد مسامح من الانديه اللي لعب معاهم؟ اكثريه فريق الجيش الملكي اللي جاورتي 11 سنه. باش كنطلب غير شي شهاده فهمتي باش نشتغل ديبلوم ديال التدريب باش نشتغل انا في فئات صغرى. باش محمد مسامح يولي عنده شي واحد الشغل واحد، ولكن خلال الدردشه يعني انا وياك قلت لي ما عنديش الباك. مشكل هذا هو المشكل فهمتي، هذا هو المشكل اللي لقيتي. وعلاش ما تدوزش الباك؟ يعني متاح لك انك تدوز الباك. صعيب شويه راك عارف. لا حتى شي حاجه ما صعيبه راك عارف، صعيبه البليه ما ماشي خصك. لا صعيبه البليه هي اللي يعني اللي صعيبه، ماشي حاجه انا ديال الصلاح الا درتي العزيمه والاراده يعني غتوصل لها. انا دابا يلاه بعد شويه قلت لك راه يعني فهمتي يلاه كتقاجح مع راسك يلاه كتساطح فهمتي. شوف تشوف يعني مشات شي تقرا الباك وهكا خاصك مصروف دابا واش فهمتي، ما بقاش كيما هذاك الشيء اللي كتصرف راه عادي، يعني تقدر تدوز الباك. شنو تدوز يعني تقدر تخلص بريفي؟ لا ما غدير باك ديال الاحرار يعني ما ربما ما تخلصت حتى شي حاجه. وعارف كيف ما قلت لك راه اصلا ما فهمتش ما قريتش مزيان اللي غادي نمشي غير الحق غندير باك. كنشوف محمد مسامح محبط شويه اش غادي نقول لك، ملي كتشوف شي حوايج وكت خصوصا في البلاد ديالك حنا بغينا محمد مسامح. خرجنا اش غادي نقول، خرج اصلا كنت في تركيا فهمتش، ما لقيتش معامله كيف ما لقيتها هنايا فهمتش. تركيا واش كنتي غتمشي تلعب شي نادي ولا كنتي غادي ما كنتش غير غادي كنتي غادي من تماك واقيلا تمشي لشي بلاد اخرى؟ كنت باغي نغير الوجهه ما كتبش الله، درت 13 رحله ما كتبش الله، عاودت رجعت بحال هادشي هنايا. كانت شي تجربه من التجربات اللي دوزت خايبين في حياتي وزوينين، دوزت حاجه زوينه وخايبه يعني استفاده استفدتها في حياتي تعالى. واش دقيتي على باب الانديه اللي لعبتي معاها ورجعوك؟ لا ما دقيتش شي باب حتى الان، ما دقيتش شي باب. وتقريبا هما يكونوا شافوا الحاله ديال مسامح وسمعوا، لا يعني ما يمكنش ما يسمعوش فهمتي.
واحد اللاعب داز عندهم وفهمشي وكيعرفوا ماشي ما كيعرفوش وربما ما يكونوش شافوا دوك الحوارات السابقه. ممكن يقدروا يكونوا ما شافوهمش. كنتش من الله انا فهمشي. علاش ما تدقش عليهم الباب؟ اش غادي نقول لك ما قدرتش فهمش. علاش ما قدرتيش؟ ما عرفتش والله فهمش. ما يعني انت جاتك بحال انك غادي تطلب. ماشي غادي نطلب فهمشي. كنشوف راسي انا فهمشي. يعني ممكن كيف ما قلت لك الناس يقدروا يكونوا شافوا هذا الشيء اللي داز قبل. ممكن يقدروا ما يكونوش شافوا. ضروري توصل الاخبار. يعني راه انت دوزتي 11 سنه راه ماشي ساهل وديتي يعني اربعه الالقاب مع فريق جيش الملكي راه ماشي ساهل. يعني الا مشيتي دقيتي الباب ديال هذا النادي انا متاكد ربما ما يردوكش. ان شاء الله من هنا لقدام نقدر نمشي ندق البيبان. الا مش وصلتش بوالو من هنا شي شويه نقدر نمشي ندق الباب ديالهم فهمت. حتى ما بقيتش قادر كنتمنى من الله فهمتي من هذه المباراه هذه يشوفوا من حالنا عطاونا شي ديبلوم ولا شي لعيبه الله يدير لي فيها الخير وصافي ان شاء الله. هذه الرساله الاخيره ديالك. كاين بزاف ولكن دايره خوي قلبك اقول تنفس معنا مع انفاسك تنفس. واش غادي نقول لك دايره الله والله اللي كيعرف مسامح راه غيحس بيه الغاية فهمتي يحس بالظروف اللي كيعيش فهمتي الله يدير لي فيها الخير ان شاء الله. امين ان شاء الله. كنتمنوا هذه الرساله ديالك توصل وهذا النداء ديالك يعني وصل للانديه اللي جاورتيها ولعبتي معاهم وكذلك حتى اللعابه يعني اللي لعبتي معاهم وجاورتيهم يعني اللي دابا يعني ميسرين. كنتمنى الرساله ديالك توصل لهم ان شاء الله باذن الله. وشرفتينا على انفاس. شكرا لك. تحياتي. تحياتي.